قررت تعترف انه بعد اعتزال حازم امام حسيت بالغربه، لعيبه الكواليتي بتاعهم مش جيد وده اثر جدا على نتائج نادي الزمالك وبطولاته في الوقت ده. بص كابتن، انا يمكن اللي هزني اكتر قبل ما كابتن حازم امام يعتزل في الملعب كفايه حازم، يعني في جمهور جت فتره كده جمهور نادي الزمالك زعلتك. اه طبعا، اه خاصه لما تطلع من جمهوره مع تاريخه الكبير ده. لا، فانا نفسي يعني قلت هيجي هيجي الوقت ان هيحصل نفس القصه ان حازم انت عارف يعني معشوق جمهور نادي الزمالك وما زال طبعا، بس لما تيجي في الملعب ويتقال له الكلمه دي كانت تقيله، وهو تقريبا خد القرار بسبب خد القرار بسبب وانا يمكن قعدت معاه كتير واتحيلت عليه كابتن كمل معاه، قال لا، قال لي خلاص انا اخد بس الكاس ده وربنا يسهل. تقر تعترف ان حصلت مشكله بينك وبين ايمن عبد العزيز لما رجع عشان موضوع الكابتنه؟ لا خالص خالص، لا ايمن بالعكس، ايمن صاحبي، ايمن من صاحبيه حاجه والكابتن هو حقه طالما ان هو لعب الاول، لكن وايمن كمان خلي بالك كابتن هو ايمن ما عادش برضه ما عادش كتير اصلا في الزمالك، لا لا عاد ست شهور ومشي يعني ما عادش اللي هو الفتره الطويله يعني، لكن لا بالعكس كان في تفاهم كبير ما بيننا.